مثلا مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم كما شفتوا الدراري في اللقطات الاولى ديال الفيديو، نعاود لكم الدراري ما فضلت في عاود ما ندير لكم فلوق، ندوي معكم حركه نيشان باش الدراري تفهموا كل شيء. اللي بغى الدراري يسمع ويعرف الدراري شنو واقع من بالضبط البيبيو، وكمل الدراري الفيديو حتى الاخر باش يستافد هو براسو. لا يصير يوقع عليه شي مشكل بحال هذا، يعرف شنو يدير، ما يقول باش الدراري كما تقول باش انا وبيبيو ما نمش. المهم نبداو الدراري هذه السيمانه بحال هكاك. المهم انا مش حاله ديال الخوت كيوقع شي حاجه لكلبي كندير شي فيتيرينير، ولكن الخوت بيوبيوا فهمتي بحال تقول دخلت لك ناموس العينات، دخل لك شي ميكروب بحال هكاك، عينك بدات كتحمر فهمتي، كتبان لك شويه في شكل فهمتي بحال دوك العروق ديال العين كيبانوا لا يسر عفشهم حومر. المهم بحال هكاك داكشي في الاول بيوبيوا بدا كيبان لي زعما فيها، قلت زعما راه عادي زعما دخلت لها شي ميكروب لعينها، ودابا زعما خصني غندير لها بوماده الصفراء ونع زعما فهمتي عينها نبقى نغسلها لها باش زعما تشبر. داكشي الدراري اللي درت فهمتي، وبطبيعة الحال كنشوف بنادم فيديو في يوتيوب كدا في جوجل كدا كنقلب بطبيعة الحال. داكشي اللي درت الخوت ما بانتش حتى النتيجة، وبحال واحد الجلدة زرقاء بدات كتكون الدراري في العين في ديك العين. قلت الخوت صافي دابا خصني نمشي ماشي ولا تقراف، بالعكس كتشوف بها عادي ما كضرها ما حتى حاجه، ولكن انا قلت دابا بين هاد العباده الزرقاء بديت كتبان تخلعت. انا قلت ياك ما هذا العمى الزراق فهمتي، راكم عارفين باش تبان لك العين بدات بحال الجلاله ولا شي كوش زرقاء كتكون فيها زعما عليها بحال هكا، ما تشديش الطبيب. من ديتها للطبيب الخوت هي باش داك الفيديو درتو لكم يطلع لكم الخوت هنايا. من الدراري ديتها للطبيبة قالت لي دارت لها ديك التقطيرة ديال الكاشف باش كيشوفو الحين واش مجروحة، لقاتها جارحة عينها بالحكان فهمتي. إوا صافي الخوت عطاتنا درت ثلاثة تقطيرات، ولكن البلان الخوت اللي ما دارتوش معايا هو أنها ما عطاتنيش الدراري داك الكولي، ما قالتش لي نشريه وأنا نسيت، وكان الدراري المشكل أنه السبت الصباح وكانوا هما اللي حالي هذاك الكولي الخوت ما خديتوش، دوك التقطيرات جابو لها الحكة بحال الخوت نتايا كتجيك الحكه فشي بلاصه وبالجهد وما كتقدرش توصلها وكتبدا تحك بالجهد حتى كتجرح راسك، وراه هادشي اللي وقع الدراري بيوبيو. قريت لي كومونتير ديالكم في داك الفيديو اللي فات كدعيو معاها، شكرا بزاف خوت اي واحد دعا معاها، و لا بنات لا ولاد كيقولوا زعما ان شاء الله ما تكونش شي حاجه خطيره ما تقدرش تمشي لها عينها زعما غا زعما دخل لها ميكروب زعما ماشي شي حاجه اللي قراب. المهم انا تفائلت الخوت، ولكن داك الكولي الخوت ملي ما خديتوش بيبي هو الخوت في الليل غفلاتني، وانا كنت الدراري مفهمتش حاضية حيت كنشوف هاد باغا تحك، ودوك الضفار عندها قطعتهم ليها. وخا هكاك الخوت مشيت انا بحال هكا طلعت لي الوالدة واحد الكاس الحليب حيت ما هبطت لا تغديت لا فطرت لا درت حتى حاجة ما كليت والو، طلعت لي خوت بحال هكا كاس وحطاتو ليا الدراري هنايا، وانا كنت بحال هكا خدام في بيسي وداير بيبي، وانا هزيت بيبي وحطيتها هزيت بحال هكا الكاس وجلست في هاد الكرسي اللي هنايا بديت كناكل، وهي دير العينه ماق بهاد الطفل الدراري كيكون عندهم في الجنب كيكون هكا بهذاك، عرفتي هو يبان لي بحال هكا بحال مقاطي الماء ترشو بحال انت درتي بحال هكا هنايا كيبانو ليا، عرفتي بغوتات واحد الغوته ديال ربي اللي عالم بها. عرفتي انا تخلعت ديك الساعه وطلع لي الدم، عرفتي طلع لي الدم كنقول علاش زعما فهمتي علاش زعما درت شي بحركه بها فهمتي علاش زعما قبشتي راسك، وهي مسكينه ربي اللي عالم بها. ما عليناش شويه بدات عينها الدري كتدمع دمع 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 بزاف ما حبساتش، واحد الوقيته الدري بداو القطار الدم بحال هكا مع الدموع كيهبطوا الله يستر الله يستر. المهم ديك الساعة الخوت انا صافي مش بديت كنبكي، قلت صافي مسكينة عادي وقيع عينها مشات يا الخوت. ديك الساعة كانت ديك التمنية بحال هكاك حيت الدراري الفيتيرينير بوعياد، قلت لها شنو كاين وديتها زعما هذا وعطاتني دوك التقطيرات كدا وكدا وكدا وكدا، قالت لي شوف ما صفت لها التصاور ديال بيو بيو، وقالت لي شوف ما توكلها ما والو وغدا الصباح مع التسعة تجيبها ليا غنديرو لها عملية على عينها. المهم انا الدراري ديك الساعة فهمتي قالت لي بعدا تقدر دير عملية على عينها ما توكلهاش. انا الخوت زعما بيني وبينكم ديك الساعة عرفت بان بوبي راه غدير عملية على عينها فهمتي، غديرها غدير علاش
حتى الخوت اللي طال لي ولات فيه كراف. كنقول لكم انا عينها كتدمع بحال تقولوا الماء، الماء اللي فيها كامل كيخرج، فهمتي؟ بحال تقول عينك بحال تقباتها والدموع، وخو داكشي كيخرج الدم. الله يستر اخوت. المهم ما بغيتش نبكي في الفيديو، كنحاول نشد راسي ما عليناش. عرفت زعما بيو بيو غادا زعما غادا دير العمليه على العين. صافي اخوتي، هذيك ما كلتهاش اصلا، مسكينه ما بغات لا تاكل، زعما بقات في الدار. جابوا لها كيجيبوا لها طريفه الدجاج، كتاكا الشعر اللوز حيت عزيز عليها، التمر والو، ما كنت بغيت زعما تاكل والو. بيو بيو قطعت الماكل. المهم نيت قالك ما تاكلش صغيره، هي براسها ما بغاتش تاكل. لغت لها الدراري الصباح مع 9:30، مشيت هسيت على الخوت، ديتها للفيتيرينار، حطيتها دارو لها نفس التقطيرة باش يشوفو عين لقاو الخوت. دقدقات هديك العين مسكينة، قالوا لي ضروري غدير هديك العملية. هي هديك ما مصورتش لكم الخوت، هدا زعما هادشي اللي عطا الله. مشيت غب وحدي وزعما مع بابا، ولكن زعما ما قدر فهمتي، بجوجنا شادين حيت كتغوت، ما خلاتهم لا يديروا لا تقطيره، ما بغاتهمش يقيسوها فهمتي، وعارف انها قبيحه. كتبدا تغوت زعما بالضرر، واحد الوقت كتبدا تعرعر فهمتي، كتعرعر وكيخافوا زعما يقيسوها. وقال الدراري ما فهمتي، بولدوك ما تقدرش دير ليه كمامة فهمتي، وبابا راك عارفينها قبيحه فهمتي، ما خلاتهمش. شديتها مسكينه انا بحال خنتها، عرفتي؟ شديتها بحالك باش داروا لها ديك التقطيره، شديتها بحالك اخوتي، عرفتي؟ بزز كتغوت هي، باش داروا لها البنج، دارو خوت في خدها، عاوتاني ضربو لها في الخد الثاني، ضربو لها الدراري هنايا. صافي كي بدا الدراري هو يطيح، طاحت من طاحت الخوت، عاد حلات دوك العينين وخرجت لسانها فهمتي، ترخات وبدات كتبان ليا عينها مسكينة كي ولات من عينها. الدراري اللي كانت قهوية وتبارك الله زويونة و زعما ربي اللي خالقها، العين الخوت اللي ولات مسكينة كلها زرقاء، مبقاتش فيها الدري كاع الملامح، بدات زعما عين طبيعي. عرفت اخوت زعما فري راه اللي فيها، وبحال واحد الجلده مسكين، بحال واحد الجلده متقلعات منها. صافي الخوت قالوا لي زعما راه غتبقى عندنا 3 سوايع زعما هاد لوبيراسيون، ولا 9:30. هي هاديك مشيت الخوت، رجعت للدار، ما بغيت الحوار والسطوريات الخوت، حيت صراحة بحال دابا مثلا الفيديو مثلا كنلوح عليكم قليل اللي كيدعي مع بيو بيو. بحال دابا الفيديو شافوه مثلا شافو 4000 واحد مثلا. انا اصلا الخوت مشى طيا لاشين وكذا وطاح الخوت تفاعل، حاجة عادية، ولكن الخوت زعما فيديو كيضرب مثلا 4000 واحد شافو في ظرف في نهار ولا يومين، وخوت كيدعي معاها 30 واحد، زعما علاش الاخرين زعما ما يدعيوش معاها مسكينة والكلبة الخوت فهمتي، محتاجه للدعاء ديالكم فهمتوا. ما قلت انا ما عندي لاش بنادم زعما اصلا ما بحال ما مسوقش بيو بيو، ما عندي لاش زعما نلوح لكم في ستوريات انستغرام ولا كذا. يا ديك الخوت ما لحت والو. صافي دازت الخوت 9:30 بحال هكا، مشيت جبتها مع الوحده الكلبه الخوت. راكم عارفين الخرجه من البنج كتزيد طايح، كتزيد وكطيح، كتزيد وكطيح. انا الخوت كان كيسحب لي بان انا غنجي غنشوفها غنلقاها حاله عينيها بجوج، وزعما ولات كتشوف عادي وكذا، ولكن لا لا من جيت الخوت كنشوف لقيت بيبو الخوت مخيطين لها عين فهمتي، بحال الكلبة راه ولات عمية. ولكن قالت لي اخوت الطبيبة، قالت لي بان زعما راه سدوا لها عينها باش تريجينيرا زعما تبرر راسها، فمشيو للخلايا زعما يعاودو يتجددو، بان نبقى ندير لها الخوت جوج تقطيرات راهم اللي لقيتوني حاطاهم هما هاد الجوج، نعاود نبقى نديرهم ليها. وقالت لي من هنا 4 ايام ان شاء الله نعاود نجيبها لهم باش يشوفوها واش زعما برات، واش كتشوف شحال كتشوف زعما بورسونتاج بالمئة. بعد ما كتشوف 60% 40% بديك العين. ولكن الخوت زعما الخبر زعما الخايب هو انها زعما غتبقى ديما عندها سيكاتريس في العين فهمتي، غتبقى بحال هكا مثلا ترى رجعت عينها ان شاء الله يا ربي اخوت، وتعيو معاها زعما عينها رجعات، حيدو لها زعما حلو لها الخياطة وكدا، وحلات عينها غتبقى بحال ضربة بالبيض نتاع داكشي اللي كانت كدير، غيبقى زعما لها في العين. المهم عندنا ما نديرو اخوت، زعما هذا قدر الله زعما خصنا نتقبلوه، والحمد لله على كل شيء. و اللي كنطلب منكم اخوت تمشي دعو معاها في لي كومونتير، وبقاو اخوت من تشوفوا زعما بحال هكا شي كلب قولوا تبارك الله فهمتي، راه الواحد ما كنعرفوش اخوت باش كنتاداو،
ونشعل الخوت تبرق ودوز كل شيء مزيان. وانا رجعت عندهم من هنا 4 ايام بيبوز ما تبقى حيت راه باقا على ماكل وكذا زعما بقات اون فورم وكذا وزعما نقدر نصورها. راه غادي نعاود ندير لكم شي فيديو نوريها لكم ونوريكم الجديد. ونتمنى الخوت تكونوا باغيين لها الخير في الكومنتات. تلقاو في الفيديو الجاي.